السلام عليكم، ان شاء الله اتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هذا النهار بغيت نشارك معكم واحد لاغوسيط اللي كان نديروها في الدار وكتجي زوينه، وسيرتو كناكلوها في الفطور او في الكوتي. يعني هي واحد الحاجه اللي هي صحيه، ميسلي، كيتسمى ميسلي او غرانولا. كنديروه مع دانون او مع الحليب، يعني كنفطروا به في الصباح. يعني فريمون فيه المقويات، فيه المغنيسيوم، فيه جميع الفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم. ما كتشوفوا هنا عندي القرقاع، عندي اللوز، عندي هنا جميع الزرارع بجميع الانواع ديالها، هنا الشوفان، وهنا العسل، العسل الحر. يعني كان جو بريفير لو ميل، فريمون لو فري ميل. سيلو ما عندكمش لو ميل ديروا السيرو ديغابل ولا سيرو داغاب. هنا عندي هذا الزيت ديال نوا د كوكو، عاد غادي نذوبو دابا واحد شويه في الفران. عندي هنايا لي ريزان، لي ريزان سيك اولا الزبيب، وهنا عندي لي زابريكو و لي دات. ما كتشوفوا هنا عندي المشماش والتمر، وهنا لي غرين. راه لي غرين يعني اللي عندكم في الدار ديروه، جنجلان، لي غرين دو شيا، زريعه الكتان. كما كتشوفوا هنا عندي خليط من الزرارع، كل حاجه درت منها شويه شويه. الزريعه ديال القرعه، الزريعه ديال التغنوسول اللي كناكلو. يعني الزرارع كاملين تقدو تخلطوهم، ولا ما عندكمش ديروا غير زريعه الكتان والجنجلان باغ اكزومبل، يعني سا سوفي. و بطبيعه الحال ولا باز ديال هاد لاغوسيت راه هو الشوفان، اللي هو يعني هو لا باز ديال هاد الميسلي. دونك كما كتشوفوا هنا الطريقه جد سهله، يعني لا بلو فاسيل. كناخذ هنا واحد ان غون بول، هو اللي غادي نحرك فيه جميع لي زانغريديون. غادي ندير هنايا لافوان، ابخي غادي نقطع هنايا جو في ديكوبي هذا اون مورسو، لي نوا، لي زاموند، هاد لي غرين كاملين غادي نقطعهم يعني مورسويات شويه كبار. ومن بعد غادي نقطع حتى هاد المشماش والتمر، وخليكم معايا غادي نشوفوا الطريقه في النهايه. كما كتشوفوا كنقطعوا هكا بواحد السكين شويه حاد، كنقطعوا هكا دي بتي مورسو باش ما كيبقاش غليظ بزاف على هاد الشكل. كما كتشوفوا كنهرمشوا كامل كما كنقولوا حنايا، فوالا. ومن بعد غادي نديرو هنا، غنديرو ديريكتومون ايسي. والمشماش كتقطعوه هكا عادي، يعني دي بتي مورسو هكا كيجي بحال هكا. والتمر حتى هو لا ميم شوز. كلشي كنقطعو مربعات صغار، حتى التمر غادي نحيد له العظم وغادي نقطعو حتى هو مربعات صغار. كما كتشوفو هنايا قطعت المشماش، التمر، القرقاع، اللوز، كلهم قطعتهم هرمشتهم. ومن بعد غادي نزيد جميع العناصر اللي ذكرناها في الاول، الجنجلان، زريعه الكتان، جميع الزرارع، الشيا، لي غرين دو شيا حتى هما فيهم بزاف ديال الفيتامينات، وغادي نزيد حتى الزبيب. والطريقه اللي بغيت نعطي لكم، كاينه طريقه اخرى. كاين الوليدات اللي ما كيعجبهمش الزبيب، الا عرفتم انه ما غاديش ياكلوا لكم الزبيب، كتشدوه كطحنوه في المولينكس، يعني فريمون كيتطحن ما كيبانش نهائيا، وكتميلونجيوه مع هذا الخليط. فو ميكسي بيان لي ريزان بور لي زونفون كي نيم با لي ريزان، فو بوفي ميكسي بيان اي ابري فو ميتي دون لو ميلونج. Et on ne le voit même pas, mais il y a vraiment le goût, il y a les vitamines, il y a tout, comme vous voyez. Bon, après, je mélange tous les ingrédients, avec bien sûr avec le miel. Et je rajoute aussi les noix de coco, l'huile de noix de coco. Que je vais faire fondre au micro-ondes. Et après, je mélange tout. Donc, comme vous pouvez voir ici, je mélange tout. Je mélange le khalet. C'est l'huile de coco après que j'ai mis. Et si vous avez un peu de nacre, je ne vous ai pas donné les mesures,
يعني بالجرام. يعني كناخذ انا دائما عيني ميزاني، يعني كناخذ كميه صغيره من كل حاجه، سي با لابين اننا ناخذ بالجرام يعني 30 غرام او 50 غرام. اون برون با لي ميزور، اون برون كوم سا يعني دي بيتيت كونتيتي دو شاك انغريديون، باسكو كل واحد كيفاش، كاين اللي كيبغي الزبيب بزاف كتير، كاين اللي كيبغي غير شويه، يعني تقلو يعني كيما بغيتو على حسب لو غو ديال الشخص، كل واحد شنو كيبغي. ومن بعد كنخلطو هذا الشيء مزيان حتى كاين يدمج لينا، هو اللي غيدمج لينا العناصر هذا العسل، ومن الاحسن يكون عسل حر مع الزيت. والزيت راه الزيت يعني كيبقى اختياري، الا عندكم غير الزيت مثلا ديال الارغان تقدروا ديروها، زيت بول ديال الطياب تورنوسول اللي كنطيبوا بها، اي جوست باش هذا الشيء بحال كيش يلصق في بعضياته هكذا. ما كتشوفوا انا يمكن هذه الكميه ديال الزيت اللي درت انها كافيه، يعني واحد الزيفه صغيره يعني اولا نص كاس اولا ربع كاس كما كتشوفوا. كنحركو مزيان، ومن بعد غادي ناخذ واحد البلاك وغادي ندير فيها ورق ديال السولفيريزي وغندخلها للفوخ كما غتشوفوا. دونك كما كتشوفوا هنا كناخذ واحد المول اللي كيدخل للفران بحال هكا مستطيل الشكل كما بغيتوا، يعني اللي عندكم كنغطيه بواحد الورق. ومن بعد الخليط ديالي غادي نخويه هنايا في المول وغادي ندخلو للفران اونفيرون 20 مينوت، ولكن خصو يتحرك ا مي كويسون، يفو لو ميلونجي ا مي كويسون، استاذير ما بين 10 دقائق، كي تفوت 10 دقائق خصنا نحركوه. علاش؟ باش كلشي لي فروي ياخذوا حقهم في الطياب وفي التحمار. Donc, comme vous voyez, on le met dans le four à peu près 20 minutes. غادي نخليوه يطيب يعني واحد 20 دقيقة في الفور، ومن بعد دوز يعني 10 مينوت غادي نولي نحركو. دونك كما كتشوفوا هنايا راه مزيان التكرية، خرجناه من الفور ومن بعد خصنا نديروه في واحد القرعة اللي كتسد مزيان باش يبقى هاد يبقى هكا كروستيون ويبقى فريش، يعني ما يبردش. يفو الماتر دون اون بوكال تيرميك بيان فيرمي.